القرار المفاجئ هذا، احنا كنا كننتظروا المنتخب الجزائري هو اللي يعطيو غرامه ويتوقف ما يبقاش يلعب المباريات. كشنا المقابله تسرى الماتش ديال المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، جمهور ديال الجزائر وستاف تكنيك ديال المنتخب الجزائري هجموا على اللاعبين ديال المنتخب المغربي. احنا ملي كيجيو هنا الجزائر كنعاملوهم حسن الضيافه حسن الاستقبال، وحنا ملي كنمشيو عندهم ما كيعاملوناش بمعامله بالمثل. الغرامه ما يستحقهاش المنتخب المغربي، يستحق المنتخب الجزائري. المغاربه باش يلعبوا كره القدم ماشي مشاو باش يديروا معركه عسكريه، واش فهمتي؟ مشاو باش يشوفوا الفن ديال كره القدم ويكون واحد الاتحاد بيناتنا تيجمعنا المغاربه والجزائريين. ولكن هادشي اللي تيبان غرامه، واش حنا مشينا باش ناخذوا غرامه؟ مشينا باش نجيبوا اما بطوله اما نجيبوا كاس اما نجيبوا شي حاجه اللي تفرح المغاربه والجزائريين بنفسهم؟ ان كره القدم هي متبادله بعضينا، ليس يوم علينا ويوم عليهم، وهم هكذا وسيبقون هكذا. فهي عاديه مستحقه، لكن الدار متبادل وخاش كل بادي حاجه اللي كاينه تتحمل مسؤوليه الحكم المقابله اللي ما كانش يدير المقابله وما كاينش الامن في التيران. وفين بعدا ثانيا الجامعه المغربيه فين كانت؟ كيفاش خلوا الماتش يبدا وما كاينش الامن في التيران؟ يعني حتى واحد من العضو في الجامعه فين كان؟ واش كان شي عضو في الجامعه؟ كان حد الان ما حد الان تصريح في الجامعه ما قالوش شكون الاعضاء اللي كانوا في الجامعه. تيبان لينا كان المنتخب الوطني المغربي للشباب اقل 17 عام، تيبان كان بوحدو ما كان معاه لا اعضاء الجامعه لا والو. اين التيران او الحكام؟ فين هو الحكام؟ فين مراقب المقابله؟ فين الجامعه العضو الجامعي اللي كان اللي ما كان حتى واحد في التيران؟ وكيفاش دازت القضيه تاجل الماتش من ساعه تولى في ساعه اخرى في نهار واحد؟ يعني راه كاين بزاف الاغلاط، حتى الجامعه ديالنا ما كايناش. حطوا الدراري الصغار وحطوهم في العافيه وجادوا. يعني غنقولوا سميتو غنقولوا الدار المتبادل. ولكن قوانين اخرى تتحمل مسؤوليه الجامعه. كنظن الجامعه العربيه خصهم يعطيو واحد اقصى عقوبه لهذا المنتخب الجزائري، لانه هادشي اللي داروا ماشي في السمعه العربيه ديال كره القدم اللي كنعرفوها بالنسبه للمنتخب المغربي اللي منتخب جميل وكاخوه خاوه خاوه كما كيقولوا على الاخر ديروا دايرين لا استقبال لا حفاوه لا والو، يعني هادشي بزاف. وكنظن كيستاهلوا اكثر من العقوبه ديال 150 كيف شحال هي؟ 145,000 دولار. يعني كان غرامه ماليه ما كتسواش، يعني عقوبه قاسيه على المشاركه على سميتو باش يعني يعطيو واحد حسن الظن ديال كره القدم العربيه بين الجزائر والمغرب. وبالنسبه لهاد الشباب هادو داروا مقابله جميله، وكنتمنى لهم توفيق المنتخب الجزائري صراحه. احنا مغاربه راه معروفين على الكرم، معروفين على، وكما نقول لك بالنسبه للجزائريين هادو كيدخلوا السياسه مع كره القدم. كره القدم ثقافه ورياضه، خصهم شي يديروا هاد لوجيستاسيون اللي داروا بالنسبه للعنف والضرب. الدراري الشباب زوينين مالهم، خالقين فيهم ذاك الروح ديال السياسه، راه ماشي معقول. هاد الغرامه اللي خرجوا لهم خصهم اكثر من الغرامه. حنا ما بغيناش غرامه، بغينا عقوبه. وفين هي خوت وخاوه ولات عداوه؟ ما بقاتش خاوه. حنا بغينا درهم الرمزي والعقوبه، ما بغيناش فلوسهم. ما عندنا ما نديروا بغرامه ديالهم فلوسهم. حنا المغرب واكل شهر والحمد لله ما محتاجش الفلوس ديالهم والغرامات ديالهم ومايا ولا يعطيونا باش يعطيونا شي حاجه ولا. بغينا نعذبوهم كما عذبوا اولادنا هذوك، فريق ديالنا اولادنا، وما نسمحوش وما نسكتوش وديما معاهم وديما. حيت هما دابا ديك خاوه استغلونا بديك خاوه، ما بقاتش خاوه غيولوا عداوه، ما بقاتش عندنا معاهم شي علاقه ولا خاوه. كان داك الشيء بينه وبين الحكومه ولا بين الجمهور واللعابه وداك الشيء، ولات العداوه. ما غنبقاو نمشيو عندهم، ما بغيناش هذا الفريق يطرالي عاوتاني بحال هكا، ولا الفريق ديالهم ولا الكره ديالهم. ما بقيناش بغينا نلعبوا معاهم ولا يلعبوا معانا. بغينا هذا الجزيره سميتو هذا الفريق ديال الكره ديالهم ما يبقاش يتلعب حتى شي بلاصه، ما يبقى حتى واحد يقبلهم، لا منتخبات ديالهم ولا فريق ديالهم ولا صغار ولا الكبار، ما يبقاوش يتلعبوا هذه الكره كاع. يلغيوهم مده ديال 10 سنين تيترباو يترباو ويوليو الناس يترباو عادي يلعبوهم، حيت هما باقيين ماشي الناس هادو، راه جهاله هادو. وكون جاو عندنا حنا داروا معنا لعبوا معنا وخا ربحوا معنا وخا ربحوا وخا نخسروا معاهم، ما غنديروش معاهم بحال هكا.
حنا اللي غنوليو مع روحهم خاوه ما نوليوش حنا عندهم عداء العداوه ولا نديرو معاهم شي حاجه. حنا بلاد الكرام والضيافه وما نتعداو على حتى واحد.